أولا أحمد الله عز وجل الذي وفقنا جميعا للمشاركة في هذه الدورة ومن علينا بالتوفيق، التوفيق بيد الله عز وجل، ولولا الله عز وجل ما فعلنا شيء، فالفضل والمنة والخير كله من الله، هو الذي يسر لنا هذه الأمور، يسر المتكلم كلامه وحديثه فتح عليه، ويسر للمستمع حضوره وجلوسه وفهمه واستيعابه، ويسر للمنظمين التنظيم، فالفضل لله، وليس هناك نعم على العبد أعظم من نعم الله عليه فيما يوفقه من طاعته ومن توفيق الله عز وجل للدعوة إلى الله، هذه نعم عظيمة، وكلكم دعاء بحمد الله تتلقون العلم في بعض المجالس وتعلمون في مجالس كثيرة، هذه نعمة عظيمة من الله بها علينا. وأنا أوصي إخواني دائما أن نستحضر أن ما نحن فيه منا من الله، اصطفاء من الله، وإلا فنحن نعرف عقولنا وضعفنا وما نحن عليه، فالفضل لله والمنة لله، نثني على الله بما هو أهل، نستحضر هذا بقلوبنا ليس مجرد كلام بألسنتنا، ونكثر الثناء على الله ونتوجه إلى الله عز وجل بالشكر والثناء الحسن على ما أسدى إلينا من هذه النعم، ونسأل الله أن يتقبل منا ما وفقنا إليه من العمل، وأن نستبقي هذه النعم بالمداومة عليه. من فتح الله عليه باب من أبواب الخير فليحرص على هذا الباب، فلا تقل سأنقطع فترة وأعود، هذا تلبيس من الشيطان، ما يكاد أحد ينقطع عن باب من أبواب الخير فيرجع إليه. استمروا على ما أنتم عليه في الدعوة إلى الله والتأليف والتصغير والخطابة والإمامة والنشاط الذي تقومون به، فهذا اصطفاء من الله ومنة عظيمة من الله أن يصطفي عبده أن يكون داعية إلى سبيله، داعية إلى السنة. هذه رسالة الأنبياء، اصطفان الله عز وجل لهذا الأمر، فمنة الله علينا أعظم من منته على عامة المسلمين، ولهذا يجب أن تكون عبادتنا أعظم من عبادة العامة، لأن الشكر ينبغي أن يتناسب مع النعمة، فنعم الله علينا عظيم، من سلك بنا هذا الطريق وأرشدنا إلى العلم وفهمنا ويسر لنا السبل وأعاننا على ذلك وحرم غيرنا، كثير ممن طلبوا العلم ما وفقوا التوفيق الذي وفقتم إليه، ولا بلغوا المبالغ التي بلغتموها والتي وصلتم إليها، فأحمدوا الله على هذه النعم واستعينوا على بقائها بشكر الله، فبالشكر تدوم النعم، ولا تنقطعوا عن باب من أبواب الخير، لأن هذا فيه تلبيس من الشيطان، يقول سأتفرق وأعود، ليس هناك تفرق إلا بدخول الجنة، أما في الدنيا ليس هناك إجازة، وبعض العوام وبعض الأقارب وبعض من بهم رحمة يقول تعبت دع الدروس دع التأليف وخذ إجازة، لا تلتفتوا لهذا الأمر، إجازتنا في العلم لأن فيه لذة، والعلم فيه لذة، تدريس فيه لذة، فمن وجد ذلك فليحمد الله على هذا الأمر ولا ينقطع، والإنسان يعان على قدر عمله، وكلما قمت بعمل من الأعمال تعان عليه، وهذا والله أمر مجرد، أني أحيانا أخرج لدرس وأنا مريض ولا أظن أني سأنهي الدرس، فيحصل الشفاء والتوفيق ويخرج هذا الدرس مخرجا ما كنت أظن أنه سينتهي إلى ما انتهى إليه، لكن هذا توفيق الله، هذه شواهد من المسوى في كل يوم وفي كل لحظة في حياتنا، هذا توفيق من الله، وإلا الإنسان ضعيف عن أن يؤدي صلاة واحدة أو أن يؤدي درسا واحدا،
فالتوفيق من الله والفضل لله عز وجل، ونحن ليس لنا والله شيء، نحن أضعف من أن يكون لنا فضل أو تكون لنا نعمة أو يكون لنا شرف أو تكون لنا منزلة، نحن عبيد لله، والخير بيده والفضل بيده، والفهم هبة من الله والفقه هبة من الله، وهذه الفتوح من الله، ما يملك أحد لنفسه شيئا، هذا فضل الله وهذه منة الله، وهذه النعم تستوجب الشكر والمداومة عليها. وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل لا ينقطع المسلم بعد أن فتح الله عليه هذا الباب من أبواب الخير. ولنحذر من الدنيا، الدنيا والأموال والمناصب والجاه والإعلام كلها فتن ارتكس فيها من ارتكس، فأنت في باب عظيم من أبواب الخير يرفعك إلى درجات عظيمة في الجنة، فلا يلتفت للأدنى إلى طلب منصب أو جاه أو منزلة، ما ينبغي الإنسان. أنا مرة قلت لطلاب العلم، قلت ما نهاية هذه المناصب؟ أن تكون وزير؟ طيب مات الوزير، ماذا بعد؟ كثير من الوزراء ماتوا وانتهى أمره، عزل الوزير، رئيس دولة لن تصل إليها حتى تقتل ملايين من البشر، وإذا وصلت إليها مات الرئيس أو عزل الرئيس، ما النتيجة؟ لا شيء. هذه الأمور كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية لما قال رجل يعني أنتم تغبطوننا على ما أنتم عليه، قال لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لقارعون عليها بالسيف. السعادة الحقيقية ما فيه المؤمن في عبادته لله وفي دعوته إلى الله. كل الناس يموتون ويذهبون إلا العالم يبقى أثره. لو سألت كثير من المسلمين الآن من هو الخليفة في عهد ابن تيمية ومن هو الخليفة في عهد النووي أو في عهد ابن حجر، ما عرف، وهؤلاء معروفون في الناس. فالإنسان العاقل ينظر نظرة بعيدة، لا ينظر إلى العصر الذي هو فيه والوقت الذي هو فيه. أنتم في منزلة كالملوك وأعظم من الملوك وأعظم من الأمراء، لأن منزلتكم عند الله عظيم في الدنيا والآخرة، حتى في الدنيا، لأن محبة الناس لكم توقير الناس لكم توقير لا يعرفه الملوك ولا أبناء الملوك. الناس يخشون من الملوك والأمراء إما رغبة أو رهبة، وأنتم يحبونكم لله وفي الله، لا يريدون منكم مالا ولا جاها ولا ثناء، لكن أقبل الله بقلوب المسلمين على أهل العلم وأحبوه. تجد العالم يموت والناس يدعون له، والله إنا لندعو لبعض العلماء وهم في قبورهم في صلاة مثل آبائنا، لأن استفدت منهم. أنا أدعو لابن تيمية لأني انتبعت عن هذا الرجل وأرى له علي فضل، لم أكن في عصره ولا شاهدت هذا الرجل في عيني، ولكن استفدت من علم. أدعو لمحمد بن عبد الوهاب، أدعو للملك عبد العزيز رحمه الله، لأن له أثر في هذا العلم وهذا الخير الذي انتشر. فلماذا ندعو لهذا؟ هذا الملك عبد العزيز ملك، لا أدعو لأنه ملك، ولكن أدعو لأنه إمام مجدد نشر العلم وأصل التوحيد وأقام هذه الدولة وانتفعنا بها. فهؤلاء ندعو له، مع أن ملوكنا من هذه الأسرة الفاضلة نحبهم في الله أيضا، وهذا من امتداد حبنا للملك عبد العزيز لأنهم قاموا بدين الله. لكن أقول عندما أقول ليس لأنه ملك، ليس لأنه ملك مجرد، ولكن لأنه ملك صالح. وكل الملوك والأمراء والرؤساء الذين نعرفهم نحب لهم الخير وندعو لهم. فالمقصود أن أهل العلم لهم منزلة عظيمة ومكانة عظيمة، هيأهم الله لأمر عظيم، فعليهم أن يدركوا هذه النعمة وأن يحرصوا على هذا الخير وأن يثنوا على الله عز وجل أن وفقهم لهذا الطريق. أسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.